السعودية، هي السعودية بتترشح رسميا لاستضافة مونديال 2034. النهاردة أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه أرسل خطاب إلى الفيفا من أجل استضافة كأس العالم 2034. وكتب الحساب الرسمي للاتحاد السعودي، قال: أرسلنا خطاب الترشح الرسمي لاستضافة مونديال 2034. وقال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي: كشفنا خلال الأسبوع الماضي عن طموح المملكة السعودية باستضافة نسخة عام 2034 من المونديال، ويمثل هذا الخطاب الخطوة التالية في جهودنا نحو تحويل حلم استضافة البطولة لواقع في السعودية. أضاف كمان أن المملكة العربية السعودية بتركز في الوقت الحالي على تقديم ملف متكامل يظهر قدرات المملكة على تنظيم البطولة والترحيب بجماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم. الحقيقة الإعلان الاتحاد السعودي عن نيته للترشح يمكن كان ليه تأثير كبير جدا، وخد موافقة أكثر من 70 اتحاد مختلف على مستوى القارات كلها. الحقيقة في بيانات رسمية أعلنت خلال استضافة المملكة السعودية لكأس العالم 2034، الحقيقة كل التوفيق للمملكة العربية السعودية. الحقيقة خطوات سريعة جدا جدا على مستوى ملف كرة القدم، الحقيقة من طبعا استخدام لاعبين كبار جدا على مستوى الدوري السعودي لبنية أساسية كبيرة جدا لاهتمام الدولة بملف كرة القدم. والحقيقة اعتقادي الشخصي أو تنبؤاتي إن هتكون إن شاء الله نسخة 2034 كأس العالم هتكون في السعودية. كل التوفيق لإخواتنا ويعني أشقائنا في السعودية ومزيد من التألق. ومش عايزين ننسى كمان إن نبارك للمملكة المغربية كمان. دولة المغرب الحقيقة بتخطو خطوات رائعة في ملف كرة القدم، سواء على مستوى المنتخبات على مستوى الأندية، ودلوقتي كمان فوزها مع البرتغال وأسبانيا في مونديال تنظيم مونديال 2030 ده شيء أكتر من رائع. كلنا فخورين بالمغرب وما تصنعه في ملف كرة القدم من أمجاد.